السلام عليكم. طريقة إضافة ترجمة للفيديو عن طريق برنامج ES File. قبل البدء أرجو منكم الاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. لنبدأ الشرح. أولا ندخل إلى برنامج ES، تجدون رابط البرنامج في الوصف. ندخل إلى أي مجلد نريد، نضغط على الثلاث نقاط في الأعلى، ثم نختار جديد، ثم نختار فايل بمعنى ملف. الآن نعيد تسمية هذا الملف طبعا نختار أي اسم نريد، ونحول هذا الملف إلى صيغة txt بمعنى نص أو ملف نصي. الآن ندخل إلى البرنامج ونبدأ بالتعديل. طبعا نقوم بإضافة الأصفار، نحتاج إلى 9 أصفار كما ترون. طبعا بين كل صفرين نضع نقطتين فوق بعض، 00 نقطتين، 00 نقطتين، 00 نقطة، 3 أصفار. هذه 3 أصفار للثواني، طبعا نقطتين للساعات ونقطتين للدقائق ونقطتين للثواني. الآن نضع شقطتين بجانب هذا الرقم، ثم نضع سهم متجه إلى الجهة المقابلة، طبعا بنفس الطريقة في الجهة الأخرى نضع 0 0 0 3 أصفار بنفس الطريقة الأولى. طبعا في بداية يجب علينا أن نرتب النصوص. نضع أولا رقم 1. الآن نقوم بنسخ النص الذي قمنا بكتابته. بعد أن ننسخ هذا النص نتخطى فراغين، ثم نقوم باللصق، فراغين لصق فراغين لصق، وهكذا كما نريد طبعا بحسب الترجمة الذي نريده. الآن نقوم بتعديل الترتيب كما في البداية، نقوم بوضع 2 3 4 5 وهكذا. الآن نقوم بإضافة النصوص طبعا بأي لغة تريد كما تريد أنت. طبعا الآن سأضع نصوص قمت بكتابتها سابقا كما ترون. بعد الانتهاء نبدأ بإضافة الثواني أو الدقائق بحسب الفيديو الذي عندك. طبعا سأختار أولا من الثانية الأولى إلى الثانية الرابعة، وفي النص التالي من الثانية الرابعة وخمسمائة جزء من الثانية إلى 6 ثانية وهكذا، طبعا بهذا الترتيب وفي هذا الشكل بحسب الترجمة التي تريد وضعها أنت. بعد الانتهاء طبعا نقوم بحفظ هذا الملف كما ترون. طبعا يجب علي أولا نختار مكان الملف، ثم
يجب أن نعيد تسمية الملف أو نغير الصيغة إلى صيغة SRT كما ترون. والآن بعد أن حفظنا الملف نذهب ونقوم بالتجربة. هذا هو الملف كما ترون. الآن نقوم بالتجربة. هذا أي البرنامج يدعم ملفات SRT، ملفات الترجمة. طبعا تجدون رابط هذا البرنامج أيضا في الوصف. طبعا أول نختار أي فيديو نريد. طبعا بعد الدخول للفيديو نختار أو نضغط على ملفات الترجمة، ثم نضغط على فتح، ثم نختار المجلد الذي قمنا بحفظ ملفنا فيه أو ملفنا فيه. نختار SRT ملف الترجمة، وكما ترون تمت إضافة الترجمة بنجاح. والآن انتهينا. شكرا على المشاهدة. أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو. أرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمي باللايك ومشاركة للفيديو.